أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن ثقافة وقيمة التميز تعد استثمارا مضمونا في العنصر البشري من شأنه الارتقاء بقدرات الفرد وتحفيزه مكنونات الإبداع والإنجاز. وقال سموه لدى قيامه اليوم بزيارة لأعمال لجنة التحكيم الخاصة بالتقييم الخارجي للمؤسسات المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز إن الحكومة سوف تواصل بكل إمكانياتها ترسيخ أداء حكومي رفيع يرقى إلى التوجه الذي نتطلع إليه في رؤية أداء ينظم كل الطاقات والعمل وفقا لكل مرحلة من مراحل النمو والتقدم الذي نرجوه للبحرين وتحقيق النهضة الشاملة التي نتطلع إليها وضمان كل عوامل التمكين التي تؤدي إلى تحسين هذه الغايات. وشدد سموه على أن الصالح العام ما زال يحتل مكان الصدارة في برنامج عمل الحكومة التي تبذل أقصى الجهد للعمل على نهضة البلاد وبناء فصل بعد آخر من أجل وطن عصري يقوم على أسس صحيحة ينعم الجميع بخيراته. وقال إن الخطوات المنظمة والواثقة التي تسير على هديها البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى هي خطوات نحو المستقبل المنتج والبناء والقائم على قاعدة تنموية راسخة. ونوه سموه إلى أن البحرين تزخر بالخبرات الوطنية القادرة على الارتقاء بنوعية الإنتاجية وكفاءتها وتعمل من خلال مركز البحرين للتميز على الاستفادة منهم وصقل مواهبهم وقدراتهم بما يغني البحرين بكوادر مدربة ومؤهلة علميا تستطيع أن تنشر خبراتها داخل وخارج البحرين. وأشاد سموه باندفاع موظفي وزارات الدولة ومؤسساتها بالانضمام إلى برنامج مركز البحرين للتميز وإسهامهم الإيجابي في تفعيل هذا البرنامج. وقال سموه إننا على يقين من أن هذا الاندفاع والذي يتواكب مع المتغيرات العالمية هي تجربة واعية على طريق التقدم. وقال سموه إن كل ما ننجزه علينا أن نحميه لمصلحة الفرد والجماعة وعلينا أن ندفع الشر عنا في وجه كل من لا يريد لنا النجاح. وأكد سموه أن العلم والمعرفة والكلمة المؤثرة هي خطوط الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وعلينا الحفاظ على شبابنا حتى لا ينحرفوا مع من يريد لهم ولوطنهم الضرر. وقال سموه إن البحرين بلد منفتح على نفسه والعالم ويجب أن يتقدم ويستمر في العمل وألا نتركه للغير لأن الآخر لا يريد لنا النمو، مشيرا سموه إلى أن ما وفرته المملكة من خدمات في مجال التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات عجزت الكثير من الدول عن توفيره. وقال إن عملية التميز والعمل بها هي آلية ناجحة تدار بطريقة علمية صحيحة تحقق منها مقاصد الإبداع والتطور ليس في العمل الحكومي فحسب بل أي مقاصد أخرى تتطلع إلى التميز في الإنتاج والعمل. وأشاد سموه بما تقوم به لجنة التحكيم الخاصة بالتقييم الخارجي للمؤسسات المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز من جهود قائلا سموه إن ما تقوم به اللجنة هو تجسيد واقعي لما تسعى إليه الحكومة في مجال التقييم الذاتي للمؤسسات والأجهزة الحكومية لاستكشاف مكامن القوة وتعزيزها وأوجه القصور لتلافيها بما يعزز من قيم الإنتاج والابتكار. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بما شاهده من مستوى متقدم للخبراء البحرينيين الذين تضمهم لجنة التحكيم وقال إننا في البحرين لنا خصوصيتنا الثقافية وكلما زاد عدد خبرائنا في مجال التميز فإننا نسير على الطريق الصحيح في دعم التنمية الشاملة. وأكد سموه أن التعلم والتدريب لا يتأتى إلا من خلال التطبيق المباشر وقد نجح مركز البحرين للتميز في تنمية ثقافة التقييم الذاتي واكتشاف فرص التحسين داخل المؤسسات والانطلاق منها في تطوير آليات العمل الحكومي. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالحضور وما أظهروه من مستوى متقدم في التعامل مع قيم التميز والإبداع. وقال سموه نشكركم ونقدر لكم كل ما تقومون به من جهود في تفعيل رؤى الحكومة في الارتقاء بالخدمة الحكومية لتلبي تطلعات المواطنين. وأشاد سموه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تطلع بدور كبير وهام في المنطقة مرحبا سموه بمشاركة عضو في لجنة التحكيم الخارجي من المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وسجل سموه بكل التقدير والارتياح الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز البحرين للتميز الذي ننظر إليه بمنظار الأمل المشرق ليمتد برنامجه في التميز الواضح المعالم إلى أوسع قاعدة في وزارات ومؤسسات المملكة، متمنين للقائمين عليه التوفيق والنجاح. وقد استمع سموه إلى إيجاز من المهندس محمد بوحجي خبير مركز البحرين للتميز، وعن طبيعة عملي ودور لجنة التحكيم الخاصة بالتقييم الخارجي، ثم إلى شرح من الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بهيئة الكهرباء والماء عن الآليات التي تتبعها الهيئة في تطبيق برنامج مركز البحرين للتميز وما وصلت إليه من قفزة نوعية أداء وتنظيما. وقد أعرب معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع عن خالص آيات الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على الزيارة، وما تمثله من دفعة جديدة للمركز نحو مزيد من العمل الهادف إلى الارتقاء بالإنتاجية وتحسين الأداء في الجهاز الحكومي. طول العمر إلى أن تكون إلزامية الوزارات بأن تتميز في الارتقاء، بأن يكون برنامج التميز في مختلف وزارات الدولة. كيف تقيمون هذه الدعوة إلى مختلف وزارات المملكة لأن تتميز في أدائها؟ أعتقد مواطن البحريني أينما كان خاصة اللي في الحكومة دائما نشوف المتميز في العمل، وكل ما أعطي مزيد من الفرصة والصلاحية كل ما تحمل هذه المسؤولية بكفاءة وبقدرة. الحمد نتمناها لأن في مصير جميع شعبنا إن شاء الله. مع المحكمين هذا العام كلهم من البحرينيين، كيف رأيتم هذا التحكيم بأن تكون لجان التحكيم كلها بحرينية كاملة؟ أنا أعرف قدرة البحرينيين على التكامل، وأعرف من هو اليوم اجتاز كل هذه المراحل ويقوم بمسؤولية كبيرة. ثقتي في أبنائنا كبيرة جدا، وأتمنى إن شاء الله أن في كل الأماكن نشوف البحرينيين يقومون بهذا العمل بخبراتهم بتجاربهم من رجال ونساء بنات وشباب وشابات، فالأمل فيهم كبير وإن شاء الله تتحقق كل أماني هذا الشعب فيما نريده له ويريده لنفسه إن شاء الله.